تامر عبد الحميد. لهذا اللقاء الزمالك في حراسة المرمى عبد الواحد السيد اللي بيعود للعب مرة أخرى بعد الإصابة، ليبرو وائل الأباني، اثنين مساكين قدامه مدحت عبد الهادي وبشير التابعي، طرف يمين إبراهيم حسن وطرف شمال طارق السيد، خط الوسط تامر عبد الحميد ووليد عبد اللطيف وحازم إمام يعود للمشاركة أيضا بعد غياب، وفي الهجوم عبد الحليم علي وحسام حسن. تشكيلة مزيد آدي ماتوندو الخطير رقم 7 تألق في لقاء الذهاب ولازم النهارده يبقى فيه رقابة عليه، وأكيد كابرال ومحمود سعد مخصصين له رقابة خاصة. ليم والانطلاقة جوه منطقة الجزاء تولد شوية وتسمى مدي إيه، تسمى مدي إيه، ركلة جزاء، ركلة جزاء، ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من أحداث اللقاء، وانطلاقة من عبد الحليم علي وتسمى هايل ميلاد حكم اللقاء الإثيوبي يحتسب ركلة جزاء على رقم 6 تشولولا، تشولولا وضربة جزاء حسام حسن العميد، سيادة العميد حسام حسن تصدى لركلة الجزاء. حازم خارج جات له حاجة وداخل حسام جوه جول، جوه جول، الهدف الزملكاوي الأول بمعرفة العميد حسام حسن. حسام حسن يتقدم للزمالك بهدف مبكر جدا في الدقيقة الرابعة، حسام يضع الزمالك وأول خطوة في المباراة النهائية إن شاء الله. 1-0 حسام حسن، بداية مبشرة وبداية جميلة، ومفيش أجمل من كده بداية الحقيقة، مفيش أجمل من كده بداية في أول 4 دقايق، هدف مبكر جدا هيفرق كتير قوي في سير أحداث اللقاء. مرة تاني اللوفو، واللوفو عايز يرقص اتقطعت الهجمة المرتدة، هنا يبقى فيها خطورة لو اتلعبت بسرعة. تامر عبد الحميد تمريرة حلوة قوي لوليد عبد اللطيف، أمامية مقطوعة توصل لطارق، طارق السيد والجبهة اليسرى النهاردة في الزمالك طارق السيد، حلو قوي الحازم، وحازم على الارض جميله جدا، وانفراد مش ممكن، مش ممكن، فرصه لا تضيع، عبد الحليم علي وكانت جات له الفرصه عشان يزود رصيد اهدافه، عبد الحليم 5 اهدافه وكان جات له الفرصه عشان هدف السادس بتمريره سحريه حريريه من حازم امام الفنان الموهوب، خلصها لحازم امام، يا سلام لو حازم اللي كان في الكره اللي فاتت دي كان عملها كده والله زي طارق السيد، والعرضيه تاني هوبا مش ممكن، ابراهيم حسن السد العالي في دفاع الزمالك، يقطع الكره ويبدا الهجمه مع وليد عبد اللطيف لحازم امام الفنان، حازم في اليمين لابراهيم حسن، لمسه حلوه قوي لعبد الحليم علي، عبد الحليم لابراهيم مره تانية، والعرضيه حسام وضربه الراس لكن بعيد بعيد، وفيها تتلعب الكرة على طول، وترقيصة ماتوندو وعمل ثرو باس في منتهى الخطورة، لكن تامر، مين ده تامر اللي مغطي، شوف تامر فين يا جماعة، شوف تامر عبد الحميد فين، رئة الزمالك تامر عبد الحميد راجع في منطقة الجزاء ومغطي، لأن مدحت كان متقدم في الهجمة اللي فاتت زي ما شفنا، أدي كلوفو عايز يعدي يرجعها ورا في منتهى الخطورة وتسديدة، تاني تاني المنظر ده بيتكرر تاني في نص الملعب، وليد عبد اللطيف، تامر عبد الحميد قطع وبدا الهجمه، الكره الطويله لكن برضه مقطوعه، ده من ابراهيم حسن، قرب عليه ابراهيم وابراهيم عمل العرضيه لكن فين، يطلع ميالا وحسام حسن وتقع من ايده، تقع من ايد ميالا كانت رايحه والله، بقول لكم الضغط هيسبب لهم ارتباك شديد جدا، ادي الكوره شوف ادي العرضيه من ابراهيم حسن، اشترك حسام مع ميالا وقعت، وادي رقم 24 مبايا ده اللي بقول لكم، الهجمه المازيمبي بالعرض وحشه مقطوعه، وليد عبد اللطيف الهجمه المرتده السريعه، عبد الحليم علي الناحيه الثانيه في حسام، عبد الحليم عدى عبد الحليم جابها على شماله عبد الحليم لحسام حسن، اطول من لازم شويه لكن سيطر عليها حسام وحلوه، هدف عالمي، هدف عالمي من طراز اهداف مايكل اوين، حسام حسن ده ابراهيم حسام والله، حسام حسن الهدف الثاني للزمالك وايضا بتوقيع السيد العميد حسام حسن، حسام والهدف الثاني، بقول لكم هدف ثاني قبل نهايه الشوط الاول هيفرق كتير جدا، وبالفعل حسام حسن يتلقى الاشاره، وحسام شوف السنده، شوف الترقيصه وبليسنج في المقص، هدف عالمي، هدف سينما ملوش حل، هدف سينمائي لحسام حسن، الهجمه المرتده من البدايه جميله جدا من ابراهيم
لعبد الحليم علي. انطلق عبد الحليم ودخل في عمق دفاعات مازيمبي وعمل عرضيه جميله لحسام، سيطر عليها حسام كويس وسند بيمينه، وفي المقص الشمال بتزغرت الكره في الشبكه، تزغرت في شباك مايالا حارس مرمى مازيمبي. ادي السيد الوزير سام الزمالك لاشيه مازيمبي، مدحت عبد الهادي رجع ورا على طول لوائل لبشير التبعي في الشمال لطارق السيد، والاماميه بقول لكم في مساحات كتير في نص ملعب مازيمبي لازم تستغل. ادي الكره وحازم والتسديده، لكن يا دوب تبعد لان حسام حسن صاحب الهدفين. وليد عبد اللطيف ومعاه ابراهيم حسن جابها على يمينه، عمل عرضيه خطيره وضربه الراس لكن لحسن الحظ. يعني ماتوندو منسويلا ماتوندو مقطوعه بالفعل، تسيم مهايلي ميلاك يطلق صافره نهايه الشوط الاول. اصدقائي المشاهدين 2-0 للزمالك والهدفين للعميد حسام حسن في الدقيقه الرابعه من ركله جزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مره اخرى اصدقائي المشاهدين ننتقل سويا الى استاد القاهره الدولي لمتابعه احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. بعيد الانجاز وهدف سينمائي جميل جدا في الشوط الاول. 2-0 للزمالك. وليد عبد اللطيف لحسام حسن عريس اللقاء النهارده. على الارض لطارق السيد. وليد عبد الحليم وعدت ومشيت الكوره حازم، ومره ثانيه والتسديده بشماله طارق السيد تسديده بشوي والتسديده القويه، لكن عبد الواحد وتقع من ايد عبد الواحد، والكوره الخطيره في المدرجات وضربه مرمى لكن مشتركه مره ثانيه على صدره الكوتشو الراجل لسه نازل رقم 13، توصل لمولك ايلاي يقع مولين بيتعزموا على بعض، وتوصل ثاني تسديده قويه جدا لكن لحسن الحظ نجوي نجوي رقم 26 قبل الضربه الركنيه، توصل لتامر، السيطرة انتقلت لمازيمبي، انذار وناقوس خطر للزمالك في الشوط. طارق السيد ومبايا يرجعها ورا لتامر عبد الحميد، وتامر عدى كويس قوي وماشي وانطلق واخترق من ناحية الشمال، أول اختراق زملكاوي أو من ناحية الشمال يقوم به الأباني. تامر عبد الحميد. تامر عامل مجهود أكثر من رائع من بداية المباراة. دينامو خط وسط الزمالك تامر عبد الحميد، رئة الفريق، رئة الزمالك. لكن نزل معاه رضا اهو هيريحه. بدماغه مرة تانية توصل لابراهيم. رضا، تامر، أبو العيلة. أمامية في مساحة كويسة أوي، حسام حسن استلم حسام، والعرضية وضربة ركنية. العرضية من حسام لكن واقف معاهم. ادي الكرة اتلعبت على الارض رضا سيكا، ترقيصة حسام حسن، رضا سيكا وعدى رضا وماشي رضا، ومرة تاني حطها لطارق السيد، كان ممكن يكمل هو، كان ممكن يكمل رضا سيكا لكن ما عندوش الجرأة الهجومية على المرمى. مش ممكن كان هيبقى هدف يخش في موسوعة العجائب والطرائف. ادي الكره بتشوفها مره ثانيه مع حضراتكم، الراجل ده عايز يشتتها هناك، حط دماغه فيها عبد الحليم في السكه لكن يا دوب عايز ياخد فاول لكن الحكم مشاها. تلاقيها بعرضيه في منتهى الخطوره، مدحت عبد الهادي بثقه كبيره جدا يرجعها لعبد الواحد السيد مع كوستا دي سول بطل موزمبيق. 2-0 هناك و3-0 هنا، واخيرا مع الترجي طبعا 1-1. شوط ثاني خالي من الاهداف، وعبد الحليم علي عايز يثبت عدم صحة هذه المقولة لكن لسه ما اتظبطتش فعلا، عايز يعدي الحكم قريب واداله فاول. المهندس هاني زاده يرقص رقصة الملعب، توصل في الشمال لمبالا ومعدي الراجل من اتنين لكن قطعها على طول تامر عبد الحميد. حسام حسن نقل نفسه بسرعة في وسط، عدى جمال ومشي، حسام حسن مقرب له جدا، استلم حسام وانفراد اخيرا الكره عدت ومفيش اوف سايد، لكن خنزة في منتخب بلجيكا، اثنين اخوات اسمهم بنزا وهم من اصل كونغولي، وبالفعل يطلق تسيم مهايلي ميلاك
صفارة نهاية اللقاء أصدقائي المشاهدين، 2-0 للزمالك بأهداف حسام حسن من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة، والهدف الثاني السينمائي العالمي في الدقيقة 35 أيضا في الشوط الأول. مبروك للزمالك الوصول للمباراة النهائية لملاقات الفائز من الرجاء وأسك، وفي كل الأحوال الزمالك جاهز بإذن الله للفوز بكأس البطولة. ألف مبروك للزمالك، هارد لاك لمازيمبي اللي قدم مباراة طيبة، مباراة نظيفة بلا أي إنذارات. الزمالك اسم مهما غاب يبقى ساطع في سماء مصر، إنه العراقة والتاريخ.